السلام عليكم، أهلا وسهلا بمتابعين قناة كروشيه ملين. بفيديو اليوم راح أشرح فيه طريقة عمل هيدي البلوزة بطريقة جدا سهلة وبسيطة. طبعا هذا المقاس مقاس بيبي، تقريبا بلبس من عمر 6 شهور ل9 شهور. أنا اشتغلته بإبرة مقاس 4 وبخيط متوسط السمك، بفتلة شوي سميكة مثل ما شايفين. اخذ مني هيدي البلوزه اخذت مني تقريبا 60 جرام. هدول اللي بقوا معي من الكبه. بياخد ابره مقاس 3.5، انا اشتغلته بابره مقاس 4. واذا عجبتكم ما تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. واذا كنتوا اول مره بتزوروا القناه ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد مني فور نزوله. أنا اشتغلت عدد السناسة 53 غرزة سنسلة بطول 25 سنتيمتر. هلأ رح ارتفع 3 سنسلة، باعتبار هنون أول غرزة عمود. هلا بترك 3 سناسل اللي اشتغلتهم، وبالغرزة الرابعة رح اشتغل غرزة عمود. هلا بكل غرزة من هدول الغرز رح اشتغل غرزة عمود لنهاية الدور. هلا رح اشتغل الدور الثاني، رح ارتفع 3 سنسلة. رح لف شغلة، طبعا هدول 3 سناسل باعتبار الأول عمود. هلأ نشتغل غرزة الثاني غرزة عمود. هلأ بالغرزة الثالثة رح اشتغل 2 غرزة عمود، بنفس الغرزة رح اشتغل 2 غرزة عمود. هلأ رح ارجع اشتغل بغرزتين بكل غرزة غرزة عمود. بالغرزة اللي بعدها رح اشتغل بنفس الغرزة 2 غرزة عمود. بهالشكل هذا نشتغل بغرزتين 2 عمود، وبنفس الغرزة 2 عمود، بغرزتين بكل غرزة غرزة عمود، وبغرزة بنشتغل 2 غرزة عمود. رح كفي باقي الدور على نفس الطريقة اللي اشتغلتها هون لنهاية الدور. هلأ بالدور الثالث رح ارتفع 3 سنسلة اللي باعتبار هنن أول غرزة عمود. رح لف شغلة واشتغل بغرزتين 2 عمود، بكل غرزة رح اشتغل غرزة عمود. تشكل عنا 3 غرز عمود. هلأ بالغرزة الرابعة رح اشتغل بنفس الغرزة 2 غرز عمود. هلا رح ارد ارجع اشتغل 3 عمود، بكل غرزة رح اشتغل غرزة عمود، وبالغرزة الرابعة رح اشتغل 2 عمود. 2 3، وبالغرزة الرابعة رح اشتغل بنفس الغرزة 2 عمود.
بهيدا الدور مثل ما شايفين بنشتغل 3 غرز عمود، بالرابعة بنشتغل 2 غرزة عمود، 3 غرز عمود، وبالغرزة الرابعة بنشتغل 2 غرز عمود. هلأ بالدور الرابع رح ارتفع 3 سلسلة باعتبار أول عمود. هلأ رح اشتغل ب4 غرز، بكل غرزة غرزة عمود. بهالشكل هذا صار عنا 1 2 3 4 5، وهلأ بالغرزة السادسة رح اشتغل 2 عمود، بنفس الغرزة رح اشتغل غرزتين 2 عمود. هلأ رح ارجع اشتغل 5 غرز عمود، وبالسادسة رح اشتغل 2 غرز عمود. رح كفي باقي الأدوار ب5 غرز، بكل غرزة غرزة عمود، وبالسادسة رح اشتغل بنفس الغرزة 2 غرز عمود. هيك لنهاية الدور. هلأ بعد ما انهيت الدور الرابع رح اشتغل الدور الخامس، رح ارتفع 3 سلسلة رح لف شغلة، طبعا هذا باعتبار اول عمود. رح اشتغل ب5 غرز، بكل غرزة غرزة عمود. هلأ بالغرزة اللي بعدها رح اشتغل 2 غرز عمود. بنفس الغرزة رح اشتغل 2 غرز عمود. بهالشكل هذا صار عنا 6 غرز عمود بغرزة 2 عمود. هلأ رح ارجع اشتغل 6 غرز عمود ب2 غرزة عمود بنفس الغرزة. وهلأ بهيدي الغرزة رح اشتغل 2 غرز عمود، 1 2، مثل ما شايفين 6 غرز عمود بغرزة 2 عمود، 1 2 3 4 5 6، وبالسابعة 2 غرز عمود. رح كفي باقي الدور على نفس الطريقة هيدي، 6 غرز عمود، وبالسابعة رح اشتغل 2 غرز عمود. هيك لنهاية الدور. بهالشكل هذا انهيت الدور الخامس. هلأ بالدور السادس مثل ما شايفين
رح نشتغل غرزة 2 3 4 5 6 7، 7 غرز بكل غرزة غرزة عمود. بالغرزة الثامنة رح نشتغل 2 غرز عمود. هلأ رح نرجع كمان بنفس الطريقة، نشتغل ب7 غرز بكل غرزة غرزة عمود، بالغرزة الثامنة رح نشتغل 2 غرز عمود. بالشكل هذا رح كفي لنهاية الدور، والدور اللي بعده رح اشتغل 8 غرز عمود. بالغرزة التاسعة رح اشتغل 2 عمود، بعدها كمان 8 غرز عمود، واللي التاسعة رح اشتغل 2 عمود، وهيك لنهاية كمان الدور. رح كفي باقي الأدوار وارجعكم من جديد. بهالشكل هذا انهيت أنا الدور السادس، وبالسابع مثل ما قلنا بنشتغل 8 غرز عمود، بالغرزة التاسعة بنشتغل بنفس الغرزة 2 عمود. أنا قسمت عدد الأسطر بهالشكل هذا بأقسام متساوية. هلأ راح أشتغل هذا الدور، راح أرتفع سلسلة واشتغل بكل غرزة غرزة حشو لحد ما أوصل لعند هيدي العلامة. بعد ما انهيت انا غرز الحشو وصلت لعند غرزة العلامة، هلأ رح ارتفع 5 سلسلة، 2 3 4 5، رح اجي لعند العلامة التانية ورح اشتغل غرزة حشو. وهلأ بكل غرزة من هدول الغراز رح اشتغل غرزة حشو لحد ما اوصل لعند هيدي العلامة. وهلأ هيك وصلت لعند هيدي العلامة، هلأ رح ارتفع 5 سلسلة، 2 3 4 5، رح اجي لعند العلامة التانية ورح ادمجهم بغرزة حشو. هلأ بكل غرزة من هدول الغرز رح اشتغل غرزة حشو لحد ما اوصل لنهاية الدور. هلأ بعد ما انهيت الدور رح ارتفع سلسلة،
رح اشتغل بالغرزة المقابل غرزة العمود بهذا الفراغ مثل ما شايفين. رح وهيك انهيت الدور، صار بهالشكل هذا. هلا رح اشتغل باقي الادوار. هلا رح ارتفع السلسلة، رح اجي على الغرزة هيدي، رح اشتغل غرزتين عمود بغرزة وحدة بهالشكل هذا. رح لف الخيط واطلع، ببقي عندي غرزتين. كمان باخد لفة على الابرة وبنفس الغرزة بلف الخيط وبطلع. هلأ بلف الخيط وبطلع من غرزتين، ببقي عندي 3 غرز. هلأ بلف الخيط وبطلع من تحت ال3 غرز بهالشكل هذا. هلأ رح ارتفع 3 سناسل، ارجع بنفس الطريقة اشتغل 2 غرز عمود بغرزة وحدة بنفس الغرزة. هلأ بندخل بالإبرة، نطلع بلف الخيط وبطلع من غرزتين. كمان بشتغل العمود الثاني، بلف الخيط وبطلع من غرزتين، ببقي عندي 3 غرز. بلف الخيط وبطلع من تحت ال3 غرز. كمان رح اشتغل ثالث مرة بنفس الطريقة، رح ارتفع 3 سناسل كمان بنفس الغرزة. رح ارجع اشتغل 2 عمود بغرزة وحدة. بهالشكل هذا تشكلت عنا هيدي الغرزة. هلأ رح أعد 1 2، بالغرزة الثالثة رح أشتغل بنفس الغرزة 2 غرز عمود. هلأ رح أشتغل بنفس الغرزة ثاني غرزة عمود. هلأ بالغرزة اللي بعدها رح أشتغل غرزة عمود وحدة. بالغرزة اللي بعدها رح أرجع أشتغل بنفس الغرزة 2 عمود. مثل ما شايفين تشكل عنا 5 غرز. اشتغلنا ب3 غرز، بأول غرزة اشتغلنا 2 عمود، بالغرزة الوسطانية اشتغلنا غرزة عمود، بالغرزة الثالثة اشتغلنا 2 غرز عمود. هلأ رح أعد 2، بالغرزة الثالثة رح أرجع أشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها بهيدي الغرزة. رح نشتغل 2 عمود بغرزة وحدة. بلف الخيط وبطلع من 3 غرز. هلأ باخد 3 غرز سلسلة، رح ارجع اشتغل بنفس الطريقة اشتغلتها هون. كمان برتفع 3 سلسلة وبشتغل 3 غرزة. بهالشكل هذا عم نرجع هلأ نكرر ونعيد بنفس الطريقة اللي عم نشتغلها بالغرز. هلأ برجع بشتغل بنفس الطريقة اشتغلتها هون، رح أعد 2، وبالتالتة رح اشتغل 2 غرز عمود بنفس الغرزة. وبعدها رح اشتغل غرزة عمود، بالغرزة اللي بعدها رح ارجع اشتغل 2 عمود بنفس الغرزة.
هلا بعد غرزة تنتين، وبالغرزة الثالثة رح ارجع اشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها هون وهون. مثل ما شايفين هون صرنا عند الخمس غرز اللي اشتغلناها هون بتوصيلة الكم. هلأ رح نترك غرزة نشتغل بالغرزة اللي بعدها 2 غرز عمود، يعني ما رح نترك بنفس الطريقة اشتغلناها هون نترك غرزتين بغرزتين، رح نترك غرزة وحدة نشتغل بالغرزة اللي بعدها غرزة عمود. كمان رح ارجع اشتغل بنفس الغرزة غرزة عمود، بالغرزة اللي بعدها رح ارجع اشتغل غرزة عمود وحدة، بالغرزة اللي بعدها رح اشتغل غرزتين عمود بنفس الغرزة. كمان مثل ما شايفين ببقي عندي غرزة، هلأ بالغرزة اللي بعدها مباشرة رح ارجع اشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها هون. هلأ نرجع ونشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها هون وهون، كمان رح نترك غرزتين غرزتين بس بهيدي الجهة وبهيدي الجهة اللي هون اللي اشتغلناها هون 5 غرز، رح نترك غرزة غرزة ونشتغل 3 غرز عمود. يعني هلأ رح اترك غرزة تنتين وبالتالتة رح اشتغل غرزتين عمود. كمان بترك غرزتين وبالتالتة رح ارجع اشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها بهدول الغرز. هلأ رح كفي باقي الغرز هدول لحد ما اوصل لعند الطرف هيدا، رح اشتغل غرزة بنفس الطريقة اشتغلتها هون واترك غرزتين واشتغل 5 غرز عمود، اترك غرزتين وارجع كمان بنفس. مثل ما قلنا نحنا بهدول الـ5 غرز كمان نترك غرزة ونشتغل بـ3 غرز 5 غرز عمود، وبغرزة بنتركها وبعدها بنشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها هون. يعني رح اترك هلأ غرزة اجي للغرزة اللي بعدها بشتغل غرزتين عمود، بالغرزة اللي بعدها رح اشتغل غرزة عمود، وبعدها رح اشتغل بنفس الغرزة غرزتين عمود. هلأ نترك غرزة وبأول غرزة
من هيدي الجهة بنشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها بهدول الغرز. رح كفي باقي الدور وارجع لكم من جديد. هلأ بآخر غرزة بقت معنا رح اشتغل غرزة حشو. وهيك أنا بكون أنهيت الدور الأول. مثل ما شايفين هون صار عنا 3 غرز، ب3 غرز من الجهة الخلفية عنا غرزة 2 3 4 5. هلأ بالدور الثاني رح ارتفع 3 سناسل. هدول السناسل باعتبار عمود ارتفاع. كمان رح اشتغل غرزتين. هلا رح ادخل بالغرزة الوسطانية رح اشتغل غرزة حشو. هلا رح ارتفع 3 سنسلة. رح اشتغل بأول عمود رح اشتغل بريد خلفي. بالغرزة الثانية العمود الثاني رح اشتغل بريد أمامي. بكل غرزة هلأ بنشتغل بريد خلفي بريد أمامي. بقيت معنا الغرزة الخامسة نشتغل بريد خلفي. هلا نحن عم نشتغل على الدور المنقفة، اما من الجهة الامامية رح يتشكل عنا مثل ما شايفين 3 غرز بريد امامي وغرزتين بريد خلفي من الجهة الخلفية. هلا بنرجع بنشتغل بنفس الطريقة. رح ارتفع 3 سنسلة. هلا بالغرزة الوسطانية كمان بشتغل غرزة حشو برتفع 3 سنسلة. بنرجع على هدول الغرز بنشتغل بريد أمامي وبنشتغل على هدول الغرز نبدأ ببريد خلفي بريد أمامي. وآخر غرزة بريد خلفي. كمان رح ارتفع 3 سنسلة وارجع اشتغل غرزة حشو 3 سنسلة، وفوق كل غرزة من هدول الغرز غرزة بريد خلفي غرزة بريد امامي غرزة بريد خلفي غرزة بريد امامي. وبهالشكل هذا هيك لنهاية الدور. وهيك وصلت لنهاية الدور. هلأ برتفع سنسلتين وبشتغل بآخر غرزة غرزة عمود. بالغرزة اللي اشتغلناها غرزة حشو نشتغل غرزة عمود. هلأ بالدور اللي بعده رح كرر بنفس الطريقة اللي اشتغلتها بأول دور.
ارتفع 3 سنس ليه، رح اشتغل بغرزة الحشو بنفس الطريقة اشتغلتها بهذا بأول دور، غرزتين بغرزة، 3 سناسل غرزتين بغرزة، 3 سناسل غرزتين بغرزة. بارتفع 3 سناسل بنفس الغرزة، كمان برجع بشتغل كمان 3 سناسل وبنفس الغرزة بنشتغل الغرزة الثالثة. هلأ فوق كل غرزة بريد أمامي بنشتغل غرزة بريد أمامي، وفوق غرزة البريد الخلفي بنشتغل غرزة بريد خلفي. هلأ برجع وبكرر بنفس الطريقة اشتغلتها هون بغرزة الحشو، رح اشتغل 3 غرز وبين كل غرزة وغرزة 3 سنسلة. هلأ فوق كل غرزة بريد أمامي بريد أمامي، وفوق كل غرزة بريد خلفي بريد خلفي. هلأ برجع وبكرر نفس هدول الغرز، فوق كل غرزة حشو بنشتغل بنفس الطريقة اشتغلناها هون، فوق كل غرزة بريد أمامي بنشتغل بريد أمامي، وفوق كل غرزة بريد خلفي بنشتغل بريد خلفي، هيك كمان لنهاية الدور. بهالشكل هذا وصلت لنهاية الدور. هلأ بعد غرزة 2 3 بالغرزة الثالثة رح اشتغل غرزة عمود. وهيك بكون انا انهيت الدور الثالث. هلأ بشتغل الدور الرابع بنفس الطريقة اللي اشتغلتها بالدور الثاني. هلأ رح نكرر باقي الأدوار على نفس الطريقة اللي اشتغلناها بالدور الثاني وبالدور الثالث. رح ارتفع 3 سنسلة باعتبار دور ارتفاع، واشتغل سنسلتين وبالغرزة الثالثة رح اشتغل غرزة حشو. كمان رح ارتفع 3 سنسلة وفوق كل غرزة بريد أمامي مشتغل غرزة بريد أمامي، وفوق كل غرزة بريد خلفي مشتغل غرزة بريد خلفي. هلأ برتفع 3 سنسلة برجع بشتغل بالغرزة الوسطانية غرزة حشو، كمان برتفع 3 سنسلة وبكرر لباقي الأدوار بنفس الطريقة اللي عم نشتغلها هون. هلأ رح كفي باقي الأدوار، ارجع كرر بنفس الطريقة اللي عم نشتغلها بهذا الدور وبهذا الدور.
نحن اول دور اشتغلناه هون ارتفعنا سنسلة، كفينا الدور واشتغلنا هون غرزة، بالنهاية اشتغلنا غرزة حشو. اما بالدور الثاني بنفس الطريقة اشتغلناها فيها، ارتفعنا 3 سنسلة وانتهينا بغرزة عمود. هلأ كمان وقت نرجع نشتغل بنفس الطريقة اشتغلناها هون، نرجع نشتغل غرزة عمود وبنشتغل هيدي الغرزة، ورح كفي باقي الأدوار. بهالشكل هذا انهيت انا الطول. مثل ما شايفين اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اشتغلت 9 أدوار. هلأ رح اشتغل بهذا الدور، رح اشتغل فتحات عروات. انا رح احط زرين مثل ما شايفين، رح اعمل عروتين. مثل ما شايفين عم نشتغل غرز حشو. هلا رح ارتفع سنسلة، 2 3 4، رح اجي لاترك هيدا الفراغ واجي للفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو. كمان بنفس الفراغ بنشتغل غرزة حشو. مثل ما شايفين عم نشتغل بكل فراغ غرزتين حشو. هلأ بهذا الفراغ كمان بنشتغل غرزتين حشو، بارتفاع 4 سناسل. نترك هذا الفراغ ونشتغل بالفراغ اللي بعده غرزتين حشو. اشتغلنا غرزة حشو وهيدي الغرزة الثانية. هلا بقفل. نقفل بغرزة منزلقة. هلا من الطرف الثاني من هذا الدور رح اشتغل بس غرز حشو. بهالشكل هذا ركبت الازرار طبعا مقابل العروات اللي عملتهم بهالشكل هاد. هلا ببقي لي مثل ما شايفين هون مشتغلة غرز الوردة، نفس هدول الغرز. هلا رح اشتغله معاكم من هايدي الجهة. رح اشتغل، رح بلش من هيدي الغرزة، اعمل غرزة حشو. وهلأ رح اجي لهيدي الغرزة مثل ما شايفين، رح اشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلتها بهدول الغرز.
هلا بترك غرزة تنتين وبالغرزة التالتة بشتغل غرزة حشو. كمان بعد غرزة تنتين بالغرزة الثالثة رح ارجع اشتغل بنفس الطريقة اشتغلتها هون. كمان بعد غرزة تنتين وبالغرزة التالتة بشتغل غرزة حشو بهالشكل. هذا رح كفي باقي الغراز لحد ما اوصل لنهاية الدور. رح اقفل بغرزة الحشو اللي اشتغلناها بالبداية بغرزة منزلقة. وهيك بيكون شكلها النهائي للبلوزة. بتمنى بتكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا من شرحي ويكون واضح عليكم. وإذا عجبتكم لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. وإذا ما كنتم مشتركين وجداد على القناة فبتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد مني فور نزوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.